بيجيوا من كل الجهات، الترابط السريع التم ده، يعني ده بتعزوه انت لشنو؟ والله يا اخي شوف، انا يعني الليله ده داير اثبت واحده من فضائل الانغاز. عندها فضيله واحده بس في المنحة اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هي انها نتيجه للضغط الاقتصادي ونتيجه للحروب ونتيجه للمشاكل الاجتماعيه العميقه اللي حصلت في المجتمع السوداني، حصل زي عدم تواصل اجيال عندنا في السودان. عدم الانفصال في تواصل الأجيال ده هو سلاح ذو حدين، ممكن يخلق مشاكل كثيرة جدا وممكن يخلصك من أمراض كثيرة جدا. كان بتواصل الأجيال ممكن تنتقل لأجيال أخرى. الحصل إنه نحن عندنا أمراض كثيرة جدا في أمراض الأجيال السابقة، بحمد الله ما انتقلت للأجيال دي نتيجة للانفصال ده. القبلية واحدة منها، الجهوية، التعصب، الانتهازية السياسية، هذا كله انتهى مع أجيالنا القديمة. الآن الجيل الجديد عندك خطبة، عندك شيل، أخذوا من الأجيال القديمة الحاجات الكويسة، ظهرت في القيادة، ظهرت في القيادة، ولكن الحياة المكويسة في الممارسة السياسية وفي العمل الاجتماعي وكذا، الحمد لله إنه تخلصنا منها في الأجيال الجديدة.